بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم وفيديو جديد. والفيديو بتاعنا النهاردة بيتكلم على حاجة مهمة قوي، يمكن جالي فيها أكتر من سؤال، وحقيقي يمكن اللي ساعدني في معرفة طريقة إجابة السؤال ده الأستاذ محمد شعبان من شركة AS Egypt، فأنا بشكره جدا. وكان السؤال هو: لو أنا بعمل إقرارات قيمة مضافة بالسعر العام 14% وبعدين جد عليا سلعة جدول، فطبعا انتوا عارفين ان كنا زمان بنروح وما زال للموقع القديم، خلاص بنروح نقدم طلب ان احنا عندنا سلعة جدول وبناخد إجراءات وعشان يفتحوا لنا سلعة الجدول دي فنقدر نقدم الجزء بتاع الجدول في الإقرار. ولكن على منظومة كبار اللي هي الساب اصبح الوضع دلوقتي اسهل، ممكن حضرتك تقدم طلب على طول، والطلب دوت هو اللي يفتح لك ان انت تقدر تحط في اقرار القيمه المضافه بتاعتك كويس، يعني سلع جدول مع السلع اللي بالسعر الايه العام. قبل ما نروح على الموقع بتاع كبار ونبص، طبعا بفكر حضرتك ان احنا فتحنا الاشتراك اللي هو العضويه المميزه، وانا بشكر كل الناس اللي اشتركت في العضويه المميزه، وبوعدهم ان شاء الله ان هيبقى في فيديوهات اكتر، وبرضه بدعوكم ان انتوا تروحوا تستكشفوا البلاي ليست بتاعتنا المختلفه، لان طبعا احنا يمكن كنا قسمناها لاجزاء، مثلا زي ضريبه المرتبات، زي مثلا الجزء الخاص بسلسله افهم محاسبه من الصفر، الشهادات المهنيه، اسرار الاكسل، كتب الدوريه والتعليمات والقوانين كويس. فاتعشى من ده ان شاء الله يكون يعني يجاوب على كل الاسئله اللي عندكم. طيب تعالوا نروح بسرعه للاقرار بتاعنا او ل الموقع بتاع كبار اللي هو الساب، وزي ما انتم شايفين كده هنخش على نماذج، وهنيجي عند نماذج ونعمل إضافة نموذج ونختار نماذج التسجيلات، وهنحدد نوع النموذج وهو تعديل بيانات التسجيل، وهندوس موافق. هيظهر لنا طبعا بيانات الممول، وهنلاقي فوق ان في بيانات فروع وبيانات شركة وبيانات أنشطة دولية وبيانات سيارة وأنشطة دولية لفروع ومرفقات. ويمكن طبعا احنا كنا عملنا كذا فيديو اخر عن مثلا كيفية اضافة السيارة او ان احنا نعمل ايقاف نشاط وغيره. هنروح على طول الى بيانات الانشطة الدولية والتصنيف الاقتصادي، وهنلاقي ان موجود اوريدي خلاص الانشطة اللي حضرتك بتشتغل فيها. فمثلا وساعات بيبقى موجود اكتر من نشاط، احنا لما هنيجي دلوقتي نشتغل هنختار النشاط الخاص بينا احنا، لان طبعا انتوا عارفين موضوع الانشطه الدوليه والتصنيف الاقتصادي والبيانات بتاعتها كان فيها بعض المشاكل، خلاص فانا هختار البيان الايه الاقرب ليا انا، البيان الايه الاقرب ليا انا. طيب فهل هنا مثلا بالنسبه لي الاقرب ليا مثلا تجاره الجمله والتجزئه واصلاح المركبات ذات المحركات والدرجات الناريه، اللي هي انا هنا فيها وده مؤشر النشاط الرئيسي تاجر. طيب وبرضه السلعه اللي انا هبيعها دي انا تاجر ماليش مؤدي خدمه، فلو مؤدي خدمه هختار مؤدي خدمه من هنا، لو انا تاجر هختار من هنا. طيب هعمل ايه؟ هاجي اعمل كده تمام هنا واقول تكرار، فانا كررت كويس نفس النشاط الخاص بيه تجاره الايه؟ الجمله. لو رحت هناك كده هلاقيه ان انا كررت التاجر. طيب وهاجي عند التكرار الجديد اللي ظهر اهو واعمل تحرير وابتدي املا، هي نفس البيانات، هي هنا طبعا عملت تكرار فظهر نفس الايه البيان ما فيهوش اختلاف. هاجي اعمل حاجه واحده بس، لما هاجي في التصنيف الاقتصادي هنا تمام هاجي اقول ايه بقى؟ يا اما مؤدي خدمه، طبعا لو انا كنت اخترت ايه مؤدي خدمه فكنت هختار مؤدي خدمه جدول، يبقى انا مؤدي خدمه بس دلوقتي بادي خدمه جدول، او منتج سلع جدول تمام، او خلاص تاجر سلع جدول. فبالتالي لما هعمل كده هعمل طبعا تحقق، انا مش عايز اعمل كده طبعا هنا خلاص، وهعمل تقديم طبعا تاريخ بدء النشاط كما هو وتاريخ بدايه او نهايه النشاط برضو مفيش ايه مفيش مشكله، وانا لا هبتدي ده نشاط جديد ظهر لي دلوقتي حالا، واخد بالك، اقدر ان انا احط التاريخ، ولكن بفضل يعني ايه نسيب الوضع زي ما هو. بس طبعا لو عملنا بدايه النشاط زي ما انا قلت ما كنتش بتاجر فيه قبل كده يبقى من النهارده، يبقى ده احسن لي طبعا ان انا احط التاريخ الصح. طيب وهاجي واخد بال حضرتك زي ما انا قلت اهو تجاره الجمله والتجزئه واصلاح المركبات، لو انا عايز اغير وحاجه ثانيه طبعا في هنا انشطه اخرى اقدر ان انا ايه زي ما انا قلت، اذا كنا احنا بنشتغل في نفس النشاط بس في سلعه جدول
خلاص هعمل كده، وباجي هنا برضو اختار بقى تجارة سلعة. طب ايه في تجارة السلعة؟ تمام، ابتدي ممكن افتح كده وابتدي ايه اختار بتاع مثلا بيع قطع غيار ومستلزمات مركبات ذات محركات، اللي هو الجزء الجديد اللي خاضع للايه ليه، واخد بالك الايه الجدول ماشي. طيب او بيع وصيانة، ومش بس هنا طبعا ايه هنخش برضو في قطع الغيار والمستلزمات. يبقى هنا هختار الايه الجزء اللي انا ايه اللي انا عايزه، وزي ما انا قلت اهم حاجه ان انا هاجي هنا واكتب تاجر سلع جدول اولا، او مؤدي خدمه سلع او جدول، او منتج ايه سلع جدول، وهعمل تحقق. طبعا لو عملنا تحقق مفيش مشكله، واخد بالك نعمل تقديم، فبالتالي هيروح الطلب، وعاده يعني الطلب بياخد في حدود 48 ساعه وبيترد عليه، ويبقى كده حضرتك اضفت الجدول. لو هو في حاجه ناقصه هيقول لك مثلا حط لي شيء معين، او هيطلب بيانات معينه، بيبعته طلب واخد بال حضرتك، والطلب ده تقدر ترجع له دايما وابدا خلاص في مستندات. يعني بص مثلا عامل هنا طلبات تعديل بيانات، اترفض مثلا عندي مرتين وفي قبول، اقدر افتح اعرف اسباب الرفض ايه واسباب القبول ايه هي، وبكده يبقى انت حضرتك فتحت سلع الجدول. تعشم يعني تكون المعلومات دي مفيدة لحضراتكم ان شاء الله. يعني دايما في فيديوهات جديدة نحاول نجيب لكم كل الاجابات على اسئلتكم. ما تنسوش تابعونا على الفيسبوك والتليجرام واليوتيوب، وتنضموا للعضوية المميزة الخاصة بالقناة. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.